من هو الزمان؟ وهل يمكن للزمن أن يعين مسألة نحن؟ ومن نحن؟ هل نحن أنفسنا الزمان؟ أو بصيغة أكثر، هل أنا زماني؟ هكذا تكون كينونة الإنسان بصفته موجوداً وسؤولاً بتعبير هايدوغر. هذه الأسئلة الفلسفية لهايدوغر تعبر عن إشكالية الموجود أو الأنا في العالم. فالقلق عند هايدوغر هو قلق من الوجود نفسه ومن العالم، أما الخوف فهو من كائن آخر موجود في هذا العالم. أسئلة الكينونة والهوية ومجال الآخرية والمكان والزمان هي أسئلة كانت مجال بحث وتفكير لدى فيلسوف تونسي ذاع صيته وسال قلمه، وهو يطرح تساؤلات عن وجودنا في هذا العالم وعن صراعنا بين إشكاليات الهوية وأبعاد الحداثة أو الفكر التحديثي في بلادنا. إنه الأستاذ المفكر فتحي المسكيني الذي يعيد موضعة أسئلة حارقة في راهننا وفي زمننا الآني.